شلون؟ قطع نسلها من الرعبة. خايفة يصير لها شيء من الخوف. ولا يهمك مدام، ولا يهمك. أما شو قصة يا محروس؟ أنت خرجة بتشتغل مخرج أفلام رعب. لك شلون تيس بياكل أربع ركاب على طريق صالحية؟ وين بدي أروح فيهم؟ والتيس أكل حدا حبيبي جميل؟ أنت شو عرفت؟ يعني حدا مات جميل؟ فراج اسمعني قلك، إذا ما بدك تجيب لي تيس لا تتحايل علي. كوثر، لآخر مرة عم بحكي معك، إني خيرته كيف أختاري، يا أنا يا التيس. التيس معناتها أنت. محروس، وين ما تعمي؟ راح تحكي قصة التيس اللي أكل ناطور القطة. إيه ما عاد في داعي، لأنه خطتك انكشفت وبانت. شلون انكشفت؟ من الاثنين اللي قاعدين جوا. أول واحد فيهم أبو فايز داخله عم يضحك، أبصر شو مضحكه رح يقلب على قفاه. والثاني أبو ياسر خلص قصته وحمل حاله ومشي قبل ما يرن الجرس. شو بدي أعمل لك؟ هدول ممثلينك. هذا الحاضر. هاي الرسائل. شو؟ حليت لنا مشكلة التيس؟ كم مرة قلت لك لا تتدخل أنت؟ لك أنا بدي أساعد أنا. أخي أنت شو عرفك إنه في مشكلة؟ هلا واحد عم يسأل. مرة توحمت على تيس، شو بيكون يعني؟ مرته متوحمة على تيس. مع ذلك ما في مشكلة. لا في مشكلة. لأنه كل ما بيبعتني مشوار لبرا بيكون في مشكلة، وخاصة وقت بيبعتني على الصندوق. أخي في مشكلة، هات لشوف لاقي لنا حل. ما في شيء بسيطة. بتسجلوا صوت تيس وتحطوه على البلكون، بتقولوا له تيس على البلكون. هلا رح يصير في مشكلة، تاني مرة لما بتقول تيس لا تستخدم إيدك. لك أخي أنا ما عم بحكي عنك، عم بحكي عن التيس. فأسف كريم، يلا معي. لك شو هاد؟ هذا صوت، هذا صوت تور. معي مثل العالم والناس، معي ها؟ شو شايفيني؟ معي شهادة مع التمثيل. لك عجلة لا بتجي كوثر. ايه ايه تا سا. معي مثل العالم والناس، معي أحسن ما شيل رقبتك. لك هي هيك بيطلع بالبرنامج تبع أقوى من الشدة، أطول من المدة. ها أبو الحروف. حبيه الصبح حبيه المساء. هذا هو، هذا هو مرت عمي، هذا هو الصوت. فسي فسي يعطيك العافية. خلص كوثر. طب هي عطاكي خرجيه مشان تروحي تشتري تياب. خلص أكيد هلأ بيكون فرج جاب التيس. ما بدي. عباية عباية. اهلا اهلا، شلونكو؟ شو وصلتوا؟ تعي 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 قعدي جنبي. تعي سلم لي هالبشقري، انا ما احلاه. شبك لك مجوز من؟ افرديه. ما بدي. اخ حاجه بوزم افرديه. ما بدي. هلا اعطيتك مصاري تشتري اواعي افرديه. ما بدي. حزري شو اشتريت لك؟ ما بعرف. يا حزري ما بعرف. تلف وينو؟ حطيته جوا سقيفه، بس ما بدنا فضايح. ها ما بدنا حدا يشتري. لا تنسى كلمة السر يا لطيف. شو شو؟ معناتها قطع لك بوصة من البرار. يا لطيف شو شو؟ وين شو أمي؟ شغلين كل الكونديشنات ليكونوا طفون يعني. يا لطيف شو شو؟ كلمة السر هي لا تنسى. إيه كلمة السر علمونا إياها. بيقولوا قف عندك منبطح. كلمة السر يا لطيف شو شو ما بيعوصوا. هي كلمة السر يا لطيف شو شو؟ شو لونه؟ لونه أسود مثل الليل. مو مهم، المهم تيس. لأنه ما لقينا غير أسود نحن. ايه؟ تعي تعي لوين رايحة؟ بدي روح شوف التيس. ما بيجوز، مشان الجنين اللي ببطنك بيجوز تنأذي بعدين على الخضخضة. ما بسوالك الطلعة والنزلة. ايه جيتي؟ جيت ماما. ايه يا لطيف شو شوب؟ ايه ما في شوب. لا بلا في شوب. يا لطيف شو شوب؟ يا لطيف شو حمار؟ سجلين صوت جميل ما؟ فاكريني ما بعرف صوت جميل أنا، بتضحكوا علي. أصلاً أنتوا كلكم هيك علي دايماً. فشلنا. لك هي بنتك طول عمرها حوبة، شو ما قلتي لها بتصدق. شلون هلا قلبت كمبيوتر؟ بفهم. لك أينكتوا كرارك وكرارة وكرارو. كراتو لا. شو صار فراج؟ صدقت؟ لك شو صدقت؟ ما مشيت عليها بنوب. شو؟ طمنوني نجحت الخطة ولا ما نجحت؟ تمام؟ نجحت منبطحة. شو هلا أول ما تروحوا؟ فيكم نجم ولا شو؟
انا تاكسي معي تاك. كتر خيرك يا ابو كيروز، عزبناك معنا. خرطوش برضك توس البلد كلها على حسابك يا كوثر. كوثر شفتوا فرحان؟ لا وينو؟ تعا حبيبي تعا. كوثر كوثر لا تعملي لي فضايح قدام الجيران، هي جبنا لك التيس انبسطي. خلينا نطعميها هلا، اكيد يكون جوعان. كوثر لا تعملي لي قصتك وسيرتك. خلاص هلا بربطه على البلكون، بس قبل بدي روح اطبخ له. لك لا بده طبخ ولا بده شيء، جايب له معي 100 شعير. التيس ما بياكل طبخ. خذ شعيراتك استاذ. انت ما رح تضبط لسانك ولا؟ هدول شعيرات مو لاني للتيس. ايه والتيس الك، يعني خذ هدول الشعيرات. انا رح روح اجيب له زبديه احط له فيها شعير. بدكم مني شيء انا؟ بدنا الدعاء. ابوك يا الكونديشن، عيش لك بهالنعمه، عيش. كرائحة التيوس. مرحبا ابو كيروز. هلا استاذ محروس. شو جبت الوراق من الجمارك؟ جبته. وجبت التيس؟ استاذ محروس التيس جوا. كمل بدي لك حد فواصل بكلامك قبل ما تحكي. استاذ محروس عم يتغدى التيس. عم بتغدى التيس؟ روح روح شوف لي الصندوق في شيء. ليش في شيء مشكلة؟ لك روح، كل ما قلت لك شغلة بتفتح لي تحقيق. هي الأوراق كلها جاهزة. تفضل اطلع عليها أستاذ. ضي شو ها؟ شو عم يعمل هذا؟ شو رابين غنم عنكم هون؟ لا وانت السادي، هذا تيس. تيس استاذ. عن اذنكم لحظة. مبروك توقيع العقود، وان شاء الله هيك تكون فاتحة خير بين شركتنا وشركتكم. شكرا كثير لك على هالزيارة الحلوة الجميلة هي. شكرا على استقبالكم. بدك ما تأخذنا من شان التيس. كل شيء بيصير. أنا بكرة الصبح بكون عندكم. نحن بالانتظار. تفضل تفضل. مع السلامة مسيو. حبني على الخدة. التيس وقع عن البلكون. أنا كل نهاري عم بشتغل. وعم دور على قصب رجلي وعم بتعب، ولما بجي بدل ما تقولي لي الله يعطيك العافية ابن عمي بتقولي لي التيس وقع من على البلكون. يعطيك العافية ابن عمي، التيس وقع على البلكون. بحفظ. ما ما الحمد لله اللي ما عم بتوحى. عرف مطرحه؟ احترم حالك ولك، ما حدا غيرك التيس. شو حكينا؟ إنه عرف مطرحه؟ أبو كيروز؟ يا أبو كيروز؟
شوفي شبكون وينو كيروس؟ بعته على الصندوق. شو ها؟ جيب لنا طاولة، صار معنا شريك ثالث بالأوضة. ما لقيت توحى لي على تيس، ما قدرت اشبع انفلت.